السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل ديكورات زينة رمضان اللي احنا بدأناها. احنا عملنا قبل كده كذا حاجة للديكورات رمضان، عملنا المدفع، عملنا هلال، عملنا حاجات كتيرة قوي. بس النهاردة حبيت أشارك معاكم فكرة الفانوس القمر العسل ده. عامة هو مش هيحتاج مني أي حاجة. أول حاجة أنا هحتاجها علبة كرتونة، اي كرتونه عندي متوفره، يعني انا كانت عندي علبه اللبن دي. هقص طبعا الجزء اللي فوق ده عشان في تنايات من الجنب كده وفي الغطا كمان، فانا مش هبقى محتاجاه. فهعلم طبعا بالمسطره عشان لما اجي اقص المسافات كلها تبقى متوحده، يعني مفيش حته اطول من حته. بعد كده كان فانوس عندي، او انت ممكن ترسميه عادي على ورقه. وبعد كده هقص الفانوس ده على علبه اللبن ده عشان يديني شكل الفانوس من النص. بعد كده هجيب كرتون وهقصه 5 احجام مختلفة، يعني مثلا لو عملت واحد 12 في 12 هعمل التاني 10 في 10. انا عايزاهم مربع، عايزاها شكله مربع. هعملهم 5 او ممكن اعملهم 6 عادي على حسب الكرتون المتوفر عندي يعني. بعد كده هجيب قطعتين مختلفين برضو من الحجم، دول هيكونوا لقاعدة الفانوس نفسه، ودول هثبتهم في علبة اللبن من تحت زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنلزقهم بعد كده في بعض، بس انا حبيت اوريكم بس في الفيديو انا هلزقهم فوق بعض، وانا عايزاهم احجام مختلفه مش عايزاهم حجم واحد. هبتدي الزقهم، اخد طبعا اراعي بالي، يعني اخد بالي قوي من المسافات ان انا ما الزقهاش من جنب، يبقى يعني احطها في النص، يبقى نفس المسافات اللي انا سايباها من اليمين زي الشمال. ونلاحظ هنا ان الكرتونه اللي انا هحطها في القاعده تبقى مش مربع، عشان هي القاعده عندي هنا شبه المستطيل شويه، ففي جنبين هيبقوا ازيد من جنبين، يعني الاحجام مختلفه. بس انا هقص مثلا 12 في 10 اللي تحتها تبقى 10 في 8. بعد كده هجيب ال5 قطع كرتون اللي انا قصيتهم عشان اعمل راس الفانوس. انا كان الكرتون عندي ضعيف شويه، فانتي لو نفس المشكله ممكن تلزقي القطعتين نفس الحجم مع بعض عشان يديني سماكه شويه. بعد كده انا هثبتهم خلاص فوق بعض وبمسدس الشمع، واخد بالي من المسافات عشان ما يبقاش في اجزاء منها معوجه شويه، تبقى نفس كلها واخده نفس المقاس. بعد ما لزقتها خلاص انا هثبتها بقى على العلبه، واتاكد قوي ان انا يعني اثبتها جامد، يعني بعد ما احط مسدس الشمع عليها والزقها اقعد ضغط عليها شويه عشان بس ايه ما تتزحلقش معايا بعد كده وتقع. كده خلاص هو ثبت معايا. الخطوه اللي بعد كده بقى احنا هنحاول ادهنه، والخطوه دي انت ممكن تستغني عنها، يعني انا بحب ادهن القطع عشان ما يبقاش فيه اختلاف للاشكال كده، يعني زي ما احنا شايفين لون الكرتون مع لون العلبه في كذا لون، مع انها عادي هي تتغطى بالقماش، بس انا صراحه بفضل الخطوه دي، فانت ممكن تستغني عنها. هنا انا استعملت لاكيد هلاكي اللي ما كانش عندي متوفر بلاستيك، فسيبيه فتره حوالي يوم او اول ما ينشف، على حسب طبعا احنا قلنا قبل كده ان الدهان بينشف على حسب درجه الجو اللي انت موجوده فيها. وانا عملت خطوة الدهان دي عشان انا صراحة لسه ما كنتش قررت ان انا لون الفانوس يعني هكسيبي قماش لون ايه، فلو القماش فاتح كان هيبقى هيشفف الالوان المختلفة اللي هي من ورا دي. بس هو هنا انا بعد كده يعني قررت ان انا هعمله باللون الاسود، فعشان كده بقولك ممكن تستغني عن الخطوة دي، او القماش يبقى انت هتستعملي قماش سميك فهيداري العلبة الكرتون نفسها، بس لازم تدهني راس الفانوس من تحت والقاعدة كده كده، لان دول مش هيتكسوا، يعني انا العلبة نفسها هي اللي هغطيها بالقماش. خلاص هو كده انا استعملت الدهان اللاكي، البلاستيك كانش متوفر عندي وصعب قوي ان انا اطلع منه لون اسود. بعد كده صراحة انا هستعمل القماش اللي هي شنط القماش دي، متوفرة عندنا كلنا عارفينها طبعا، متوفرة عندنا في كل بيت وبتيجي مع الهدايا، بتيجي برضو مع ساعات الهدوم، شنط الهدوم او كده.
نفس الفانوس اللي انا حطيته على علبة اللبن قصيته حطيته برضو على القماشة عشان اعمل نفس تفريغة شكل الفانوس يبقى نفس المقاس. هثبت الشنطة بقى على الكرتونة بنفس المقاس المقاسات اللي انا اخدتها بعد كده، وبس ما يعني بلاش المسدس يبقى سخن قوي او احط كمية شمع كتير عشان ما تديش كلكعة وتظهر من تحت القماش. طبعا واخد بالي ان انا القاعدة وراس الفانوس انا مش هحط عليها اي قماش. انا كده خلاص غطيت الفانوس الكرتونة العلبة الكرتونة اللي انا عايزة اغطيها. طيب بس في طبعا القماش باين منه الوصلات بتاعته وطروف الكرتون برضو باينه، فمش هتبقى شكلها حلو. انا هغطي الاطراف دي الوصلات القماش هغطيها بالاستراس الفضي، او انت ممكن تستعملي ذهبي. انا الصراحه حبيت ان انا اعمله اسود في فضي. كمان كنا عاملين قبل كده علبة تليفون اللي هي علبة المناديل اللي منها تليفون ديكور، كانت اسود في فضي، فصراحة انا كنت عايزاهم يبقوا ديكور مع بعضه، لان مش شرط ان انا هستعمله بس في رمضان، انا ممكن يعني استعمله كديكور عادي في اي وقت. انا هبتدي امشي بقى بالاستراس ده على رسمه الفانوس اللي قدامي. انا عندنا رسمه من قدام ورسمه من ورا وفي جنبين، انا برضو همشي على جنبين من الجوانب اللي في جنب العلبه نفسها، بس الجوانب التانية لا، جنبين ليه؟ عشان انا لفه القماش جت في الجنب ده وفي الجنب ده، يعني كنت لازم اقص الجنبين فعشان اداري الوصلات. هبتدي امشي بنفس الطريقه بقى زي ما قلنا على الفانوس كله. ولو انا عايزه انت ليكي يعني مش شرط برضو اللي على فكره الاستراس الفضي، انت لو عندك بواقي اكسسوارات ممكن لولي اللي هو النص لولي، اي حاجه متوفره عندك ممكن تزيني بيها ممكن، بس الصراحه انا بقول لك زي ما قلت انا كنت عايزاه كان يبقى شكل ديكور مع علبه المناديل، عشان كده عملت ايه بنفس الخامات وعملته اسود برضو في السيلفر. بعد كده بقى هنبتدي الكرتون، هناخد طبعا احنا عارفين فوق 5 طبقات للكرتون فالاطرف باينه. انا هبتدي امشي على كل طبقه، يعني مثلا اول طبقه اهي همشي عليها بالاستراس الفضي، بس انا دي يعني انا عملت كل واحده بعد كده سنتي، دي انا عملتها حوالي سنتي ونص اللي هي البدايه بتاعته خالص. اللي فوق بقى تدرج الكرتون نفسه هعمله سنتي واحد، هلفه برضو على الـ4 اتجاهات وكذلك برضو اللي فوق لغايه ما اخلص الـ5 تدرجات بتاعت الكرتون، وده الشكل النهائي بعد ما انا خلصت القاعده وخلصت فوق. فاضل انا عايزه اوريكم بس انا بعمل ايه. دي القطعه الـ5 لسه انا ما حطيتش عليها، همشي هي مرتفعة شوية عشان كده في الأول قلت إيه يعني نعمل دبل للكرتونة نحط قطعتين على بعض نفس المقاس عشان تديني ارتفاع، عشان لما أجي أزينها تبقى باينة شوية إن هي فيها يعني باينة شوية عن إيه القطع الكرتون اللي هي موجودة تحت. هنكمل لف بقى الشريط الاستراس الفضي، هنلفه على 4 اتجاهات زي ما احنا قلنا قبل كده، واي خيوط في المسدس الشمع اعملها لنا لان الشمع بيعمل خطوط كده فحاول اشيلها، وبرده ما احطش طبقه يعني طبقه من الشمع كبيره قوي، يعني احاول احط حبه صغيرين لان الاستراس ده عندي فيه فتحات كده فلو خرج منه الشمع هيبقى شكله مش ظريف وهيطفي لي اللمعه اللي انا هتديلي الشكل الجميل كده. خلاص هو ده الشكل النهائي للفانوس بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون عرفت اقدمه لكم بطريقه سهله وتكون الخامات متوفره عندكم برضو. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.